واحد بيقول لي لقد دخلت على بعض مواقع الانترنت غير مسيحية لكي اعرف يعني، فبيقول من ضمن الحاجات اللي لقاها في الانترنت ده ان بولس الرسول قد خالف تعاليم تلاميذ المسيح وهو الذي قد ساعد على التبشير بلاهوت المسيح. لا، مش بولس الرسول وحده اللي ساعد على التبشير بلاهوت المسيح مخالف التلاميذ، فيوحنا الحبيب في اول انجيله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، يعني او في يوحنا 10:30 المسيح بيقول انا والاب واحد، او في يوحنا 20 لما توما بيقول له ربي والهي، او في يوحنا 14 من رآني فقد رأى الاب، انا في الاب والاب فيا. يعني مش بولس الرسول بس اللي اتكلم عن لاهوت المسيح، كذلك معجزة الخمس خبزات والسمكتين تقريبا هي المعجزة الوحيدة التي ذكرها كل الانجيليين الاربعة، وفيها عنصر الخلق، وعنصر الخلق يدل على اللاهوت. يعني خمس خبزات وسمكتين، وبعد كده يبقى في 12 حفة مملوءه من الكسر، كل ده جه منين؟ خلق ماده جديده ما كانتش موجوده، ودي قالها جميع الرسل. وكمان في متى الرسول في التبشير، انجيل متى في التبشير بميلاد المسيح، ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معه. فما نقدرش نقول ان بولس الرسول هو وحده اللي بيقول الكلام ده، لم يقرا باقي اقوال الاباء الرسل. وبعدين بيقول برضه من الحاجات اللي سمعها او اراها في الانترنت ان العقيدة المسيحية مأخوذة من الكثير من العقائد الوثنية القديمة لانها تشبهها، وخاصة التثليث والتوحيد. لا، في العقائد الوثنية مفيش تثليث وتوحيد، ساعات في ثلاث آلهة بس الكتاب يقولوا تثليث، لكن مش هو تثليث زينا. يعني لما نقول ايديس اتجوزت اوزوريس وخلفت حورس، في اله اب واله ام ومن نسلهما اله اب، ده مش تثليث مسيحي. كمان حتى القصة دي في حورس وفي ست كمان، يعني مش ثلاثة بس. المهم في عقيدة التثليث انها تثليث وتوحيد في نفس الوقت، يعني الثلاثة واحد. فعمرنا ما شفنا في العقائد الوثنية ان في ثلاثة عبارة عن واحد. كذلك في العقائد المصرية القديمة ده في تعداد آلهة كبير جدا، مش مجرد ثلاثة يعني. حتى ان كانت قصة ايزيس واوزوريس وحورس في التاريخ المصري، طب المسيحية انتشرت في كل بلاد العالم، ما فيش في بلاد العالم كلها حاجات من نوع.
وبعدين بيقول من ضمن اللي سمعه برضه او قراه في الانترنت ان الملك قسطنطين هو الذي وافق على جعل المسيح الها في مجمع نيقيا. ده موجودة في الاناجيل قبل قسطنطين ب 300 سنة، فازاي قسطنطين هو اللي وافق؟ ووقف ضد اريوس واتباعه الذين اصروا على التوحيد ووافق على التسليس ارباع الاثناسيوس. طبعا اللي بيقول الكلام ده ياخد صفر في التاريخ، لان ما فيش حد اضطهد اثناسيوس قد قسطنطين للملك، وهو اللي نفاه اكتر من مره. وقسطنطين كانت اخته بتعترف على اسقف اريوس، فكان بيضطهد اثناسيوس، ويا ما عمل فيه البدع، يا ما عمل فيه البدع، لدرجة ان اثناسيوس ما كانش عارف في قبله. فتنكر مرة في زي فلاح ومشي قسطنطين راكب الحصان بتاعه وخارج، لقى واحد في السكة وقفه وشد الحصان من اللي جابه وقال له قف يا قسطنطين، ليه كلمة معنا؟ فبصله لقى اثناسيوس فترجل وكلمه. اثناسيوس اضطهد من قسطنطين، فمش قسطنطين جامل اثناسيوس، ده كلام يا ابني ناس ما بيفهموش في التاريخ او بيحاولوا انهم يخترعوا تاريخ يبسطهم. اما عقيدة التثليث فموجودة في متى 28 لما بيقولوا عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وقال باسم مش باسماء، باسم الاب والابن والروح القدس. وموجودة في يوحنا الاولى، رسالة يوحنا الاولى اصحاح 5 آية 7. ما تصدقش كل اللي موجود في الانترنت، فالانترنت ده مجموعة من اخبار لا تعرف اين الصح واين الخطأ الا بتحليل معين وبعقل.